هلا رح نروح لاتصال هاتفي رح نحكي فيه عن النشاط التطوعي والعمل الإنساني وجهود مؤسسة سوريا بتجمعنا على امتداد المحافظات السورية اللي ما عم توقف خلال أيام العيد وبعدها. واليوم رح نتعرف بشكل موسع على هي الأنشطة. معنا من محافظة حمص وحما منسق محافظة حمص وحما في مؤسسة سوريا بتجمعنا الأستاذ مهند حمزة. يسعد صباحك أستاذ. يسعد صباحكم جميعا. صباح الخير استاذ مهند، اهلا وسهلا بحضرتك. واكيد بدايه لكم شكرا لكل شيء عم تشتغلوا عليه ضمن الايام الماضيه. اكيد سوريا بتجمعنا عودتنا دائما على وجودها وبصمتها المتواجده دائما على الارض. خلينا نروح هيك معك وضمن عملك بسوريا بتجمعنا لنحكي عن المشروع الجميل شباب نبض الوطن. هلا بدايه نحن اقل واجب هذا ممكن نحن نقدمه لشبابنا اليوم، شباب طالبين العلم بالدرجة الأولى صراحة، يعني يكون اهتمامنا أكثر فيهم من خلال مشروعنا، مشروع الشباب نبض الوطن. فكنا بحماة بالفترة الأخيرة بمدينة حمص، صراحة استهدفنا عدد كبير من الطلاب لنكون سند لهم وداعمين لهم لتحصيلهم العلمي قدر الإمكان، وقدمنا اللي الله بيقدرنا عليه قدر الإمكان بحيث انه نكون جنبا لجنب بالنسبه لمشروع، ومستمرين طبعا دائما هذا الشيء بشكل دوري راح يكون بجميع المحافظات وبمحافظه حمص وحما ان شاء الله. تمام استاذ مهند، كان لكم جولات كثير خلال ايام العيد، خلينا نحكي اكثر عن هي الجولات، كيف عم يتم التنسيق لها وكيف عم بتكون؟ هلا بالنسبه للعيد، كان عيدنا اليوم كان عيدنا مبارك صراحه مع وائل شهدائنا بمحافظه حماه وحمص، واستهدفنا المناطق الاكثر اذا بدك النائيه اللي بعيده كثير صعب الوصول لها بجبال مصياف، منطقه سيغاتي، منطقه الفندار، هالمناطق هذه اللي فوق العادي جدا. صراحه كان لنا هيك شرف كبير بانه تباركنا ببيوت وائل شهدائنا وبمدينه حمص كمان بالريف الشرقي المخرم وما حولها من ام التين وتل الورد والعديد من المناطق صراحه اللي هي فينا نقول صعب الوصول لها صراحه، كان استهدافنا بهي المناطق. كمان كانت جولتنا كثير موفقه الحمد لله رب العالمين، ومستمرين كمان مع وائل شهدائنا في دائما سند لهم ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. استاذ مهند، ذكرت حضرتك الجولات على عوائل الشهداء واليوم هذا واجب كل حدا فينا تجاههم، اليوم خلينا نحكي عن هي الجولات ضمن حمص وحما كيف كانت؟ هلا صراحه بالتنسيق مع إدارة الشام صراحة باختيار الأسماء اللي هن طرحوها صراحة اللي أكثر اللي خلينا نقول شوي هيك في صعوبة شوي، العدد كثير كبير، في صعوبة لنوصل للعدد أو للكل بشكل قدر الإمكان يكون منصف لإله. فعم نحاول قدر الإمكان يكون هذا الترتيب يعني موثق إداريا صح، استهداف العائلات اللي هي بالفعل بحاجه لانه نكون جنبها بدعم ولو بسيط بيقولوا بحصه بتتجرى. فنحن قدر الامكان عم نحاول نكون مع اكبر عدد ممكن، عم نحاول نوسع الشريحه اكثر، وكله تقريبا بالتنسيق مع او فينا نقول مع التنسيق مع ادارتنا بالشام اللي هي مشكوره عم تتعب معنا كثير بهالموضوع هذا. تمام استاذ مهند، دائما في لكم للمؤسسه نشاطات مستمره ان كان بايام الكورونا، بايامات رمضان الكريم، بالاعياد، ببدايه افتتاح المدارس، خلينا نحكي اليوم عن الانشطه المستمره طوال العام. الانشطه المستمره استهداف خلينا تحت عنوان مشروع الشباب نبض الوطن، في عندنا توزيع القرطاسيه بشكل دائم بشكل دوري كل بدايه عام وحتى بمنتصف العام بالفصل الثاني خلينا نقول كمان عم نقدم شيء اللي الله بيقدرنا عليه للناس الاكثر هشاشه واكثر حاجه اليوم لنكون جنبهم. فهذا مشروعنا مستمر بشكل دائم. بالنسبه للمشروع في عندنا مشروع دوائي، عم نكون كمان قدر الامكان شو فينا نقدم ادويه بشكل مجاني شهري مثلا للمستفيدين الموجودين عندنا على طول بشكل شهري، كل اخر شهر بيجي بياخذ دواء مجاني من مراكزنا. طيب استاذ مهند، هذه الانشطه المستمره، هل اليوم عندكم تحضيرات لشيء جديد بدكم تعملوه لمشاريع جديده بعيدا عن موضوع شباب نبض الوطن وعن الزيارات اللي كانت خلال ايام العيد الماضيه؟ هلا اكيد في عندنا شيء اسمه خلينا نفوت بشيء اسمه
دعم الشباب اليوم او الشيء التنموي او الشيء الدورات اللي خلينا نقول المشاريع الصغيره اللي ممكن نكون فيها جنب شبابنا اليوم اللي هن بحاجه لنكون جنبهم. نعم تمام. استاذ مهند اكيد بدنا نتشكرك ونتشكر كل فريق مؤسسه سوريا بتجمعنا وكل الفرق التطوعيه اللي عم تشارك بهي الاعمال الانسانيه، شكرا لك. شكرا لكم، يعطيكم الف عافيه، كل عام وانتم بخير.